اجتماعات بزميلي عبد الله الدالي موجود قدام جامعة القاهرة، بنحاول نعرف يعني كل يوم بالليل ايه اخر التطورات وهل في شيء متوقع لتاني يوم الصبح ولا لا. عبد الله برحب بيك، اتفضل. مرحب بك شريف. نعم شريف، بالفعل شهد محيط جامعة القاهرة اليوم حالة من الهدوء وسط غياب تام لجميع قوات الأمن. عهدنا أن تتمركز قوات الأمن عند ميدان النهضة لكنها غابت تماما اليوم عن المشهد. أما عن داخل أسوار الجامعة فدعت ما تسمى بحركة طلاب ضد الانقلاب إلى تظاهرة الساعة 11 تماما أمام كلية العلوم. بالفعل تجمع الطلاب في الميعاد المحدد وبدأت المسيرة في الانطلاق. حمل الطلاب لافتات عليها شعار رابعة العدوية، وأيضا علت الهتافات المناهضة للفريق الأول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية ورئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار. بعد ذلك توجهت المسيرة إلى مبنى كلية السياسة والاقتصاد فيما كانت تنظم الكلية احتفالية لتكريم المرحوم الدكتور عبد الملك عودة عميد الكلية الأسبق بحضور كل من الدكتور جابر نصار وباكينام الشرقاوي عضوة هيئة التدريس والمستشار الإعلامي للرئيس السابق محمد مرسي وأيضا الدكتور بطرس غالي. اقتحم بالفعل الطلاب المبنى الكلية ودخلوا مقر المؤتمر وهددوا الحضور بأنه في حال إذ حضر الدكتور جابر نصار والدكتور بطرس غالي إلى مقر المؤتمر سيحاصرون مبنى الكلية ولن يسمحهم لهم بالخروج منه. بعد ذلك توجهت المسيرة من مبنى كلية السياسة والاقتصاد إلى المقر المجلس الأعلى للجامعات وتفرقت المسيرة هناك. بسؤال الدكتور جابر نصار عن تفاصيل ما حدث اليوم أكد لنا بأنه لا توجد صحة تماما لما تداولته وسائل الإعلام بأنه تم محاصرته داخل مبنى كلية السياسة والاقتصاد وبأنه يؤكد لنا أن مسيرة العمليات الامتحانات تسير بشكل هادئ تماما وأنها تسير بسهولة كما مفهوم. كان يأمل وبأن عدد الطلاب الذين يثيرون الشغب داخل الجامعة لا يزيد عددهم عن 100 طالب. أما عن كلية الهندسة فكانت هنالك دعوات للإضراب والاعتصام داخل الكلية أثناء سير عملية الامتحانات لكنها باءت كلها بالفشل لأن عملية الامتحانات سارت اليوم والأسابيع الماضية بشكل هادئ تماما داخل الكلية. عبد الله الدالي بشكرك شكرا جزيلا.